انا ابن بحر وبعرف هذا السمك مو للاكل، هذا السمك بياخذوا شحمه مشان الصابون، مدري مين ضحكان عليه لابو شهاب. ومين قال لك اني انا اخذته للاكل؟ مو انت قلتي لي انه بدك تنفقي بالمطعم؟ بعد ما وعدتني ما راح اخذه للمطعم، راح اخذه للصابون، شو فرقك؟ طيب شو رايك تنزلي على اللاذقيه بتشتري الكيلو هنيك ب10 ليرات، شو جابرك بتعطي ابو شهاب 200 ليره بالكيلو؟ ما بيصير، اتفقت انا والرجل، حلو ارجع بكلمتي يعني ما حلو. شو هالحكي هلا بتخسري لك كذا 100,000 مشان ما ترجعي بكلمتك، ابو شهاب ما في كلمه ما رجع فيها. ابو غصن قول ما بدك تشارك ونقطه انتهى، ضروري اللف والدوران. ايه انا اطلبي عمري بعطيك اياه حفره. هي شو هالحكي اللي عم تحكي انت؟ طلبنا منك قرض ما كنت توافق لا تكبر حجارك ابو غصن، ما بتعود تقدر تضرب بعدين. انا بدي مصلحتك يا ست عفرة، بس اذا كنت مصرة بكرة بروح بقدم طلب للقرض. افتح. مرحبا. مرحبا. اهلين عجل. شو صار معك؟ بعت امي لعند صاحب البيت. ايعود. ايه شو قلت؟ قلت انه بكره بروح وبقدم طلب للقرض. انا اليوم بدي المصاري، ما بقدر استنى ليطلع القرض. طيب شو اعمل عفره؟ يعني مستحيل اعطوني القرض على الحاره. بدي اياه. ما بدي، انا حاطط ايدي على شواربي، ما بدي اياه، ما بدي وقت حدين يا عجاج. احنوس، يعني لو كنت حالف شي شغله محرزه كنا قلنا. ما بقدر، اللي بيحنس على شواربه بيحنس على كل شيء، وبعدين فتح عينك شواربي شغله محرزه انا، فهمت ولا لا؟ طول بالك طول بالك، خذ مسيك 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 اي شعر من شواربي مسيك، انت قف شو ما بدك، انا ما بيهمني منو. مشان هيك انت مو شغله بالنسبه لك، لانه مربي شواربك للنتف مو للحلفان. يعني شو بيفرقوا شعر الشوارب عن شعر الراس عن شعر الرجلين؟ كله شعر وما في خير. لخصت بقى انت وياه، شواربك انت للنتف، شوارب ابو غصن مو للنتف، ما بيقدر يخنس، شواربه لابو غصن غالي علينا. مهم مهم. تسلمي يا مدام عفرة، وشواربكم اغلى. هلا ما صار الا عميتها، ضروري تكحلها. معنات الكلام، معنات الكلام ست عفورة. في حل غير الدي. شو هو؟ شوف، ام غصن معبية ايديها ذهب، بكره بدها تموت. بيملصوا لها اياهم على المغتسل احسن، ولا انت تملصهم وتفكنا؟ يا يعني بيع الذهب؟ اي بس تاخذ القرض ترجع لديناتها. يعني هي فكره، بس في احتمال انه ام غصن ما توافق. ان شاء الله بدك تسال ابو غصن؟ لا لا، اذا ما وافقت بكس بين عيونها هر الاسنانك وتصير بتقلك معلش يا ابو غصن خذ اللي بدك اياه، انت بتعمر على الراس وعلى هي. طيب طيب انت بتامري يا ست عفرة، هو بس يعني ان شاء الله انه ام غصن تستسلم بدون مقاومه. يلا السلام عليكم. السلام. 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 تعولي خاطركم عم اقول لك وراء الدور لطالع لك دائري هلا بقلك منبطح انا. فيش سيدي انت في عاصفه هلا حاضر بضربك بوكس بين عيونك برلك اسنانك بتعودي ما بقول لك مت ما بترجع بوقفهم ما رح نفذ ولا امر قبل ما تقول لي ليش شلحت بصيغتي وبعتها علي صوتك هلا بتسمع عفوره قصدي الست عفره ست عفره بعدين شو دخلها بالنص انا اللي قلت لك هات الصيغ انا اللي شلحتك اياها اي بس من راسك ما في لانك مستحيل تبيع صيغه مرتك الا اذا حدا قبلك بعقلك لنفرض انه صحيح شو دخل عفره بالنص ها بالعالم كله ما حدا بيقدر يديرك مثل شو اسمه غيرها مبينه انا ما حدا بيديرني مثل شو اسمه لا عفره ولا غيرها عفره تقنعني اقناع لانها صاحبه منطق انا اللي بشلحك ما في غيري بشلحك اذا تمنطق على ذهباتها مو على ذهباتي يا غشيمه هي بدها تزيدهم بايديك بدل ما ينقصوا بهم مصلحتك مو مثلك انت المهم من كدك عمر واحد يورا يعني لو قلت لي شو بدك تعمل فيهم انا ما كنت كمشتن عنك انا جوري رح اقول لك شو بدي اعمل فيهم انا والجماعه داخلين شراكه بمشروع تجاري مهم فهمتي بقى من الاول قال لي هيك يعني انا بمنعك انا لو طلبت قلبي ما كنت بقول لك ليش انا جوري عيوني وراء دور حاضر امام سيم اصلا انت هذا اللي شاطر فيه اصلا انا هذا اللي حارق لي قلبي شو بدكم بهالشروه هلا لا تعمل لي حالك شريف راس عجاج ما كملي مرت عمي ابو شهاب
احنا مو اتفقنا وخلصنا، كم مرة بده يتم الاتفاق؟ ايه صحيح، بس بكرة بتصيري تعني وتقولي السمكات ما عم بينباعوا، السمكات مو للأكل، من هلا عم بقلك ها؟ هي ست شهود قدامك، مو شاهدين؟ وكلمة واحدة ما بحكي، ما بيكون اسمي عفراء إذا ما بنفس، خلص أوكي ها؟ الست عفراء إذا قالت فعلت، مو مثل بعض الناس يا أبو شهاب. يا جماعة تأخرنا على وظائفنا، سلموا واستلموا خلونا نمشي. صحيح شو قعدكم هون؟ قوموا روحوا على شغلكم، ما بنعطلكم، يلا قوموا. ماما ناطرين حتى تعطونا الأمر. أمي مستحية تقلعكم يا جماعة، ما هيك أمي؟ لا مو هيك، البيت بيتهم، أهلا وسهلا فيهم بأي لحظة، بس إن الموظفين بدهم يروحوا على شغلهم، الموظفين يروحوا، أبو غصن نديم نزيهة تيسروا. أنا أخذت إجازة خصوصي مشان ساعدكم يا مدام عفرة. ما في داعي للمساعدة، عجاز شغلته العتالي، وإذا نقصه شي ريبال بيساعده. ما بصير، بس أنا أخذت إجازة خصوصي. مالك ثقة فينا أبو غصن؟ بالعكس بالعكس يا مدام عفرة، أنا كل الثقة فيكم، بس يعني بتعرفي أنت مشان المساعدة. الشغلة ما بدها شيء، عجاج وربال بياخذوا سيارة وبيحملوا البضاعة، أصلاً ما في محل يتسع الكل. إيه أنا رح أنصرف لكان. إذا لزم شيء عفورتي، مدام عفرة النقيفة موجودة. يلا بالإذن. يا أمي هذا جهاز كشف المعادن، لو لا كانت حالتنا حالة. ماما شوفي هاي ما فيها. ما فيها أمي. للكلب. يا الكلب هل قلبي حاسسني إنه فيها. فيها فيها أمي. هاتيها. ما فيها. ما فيها. يا الكلب فيها. فيها أمي. هاتيها. كبروا على قدم صغيرة. فيها 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 أمي. يا سلام. وهاي ما فيها. ما فيها. يا الكلب وهاي فيها. كم خاتم صاروا؟ صاروا 20 و21 مع ميسوم. شو؟ لك صرنا جايبين طن ونص، ما طلع غير 20. من طن ونص صرنا طالعين 500,000 نعمة. مرت عمي أبو فريد لأجرها كاملة، معقول لحد هلا ما يطلع منا غير 20 قطعة؟ بيكون موزعن على الأربعة طن أبو فريد الحلاب، شو بدك الجرة كلها تطلع من أول طن ونص؟ ما قلت لك ريبال؟ مرت عمي بدها تقرط علينا، ما بتنترك لحالها. مو يا حالة عشان نحن هون معها. وإذا كان أنتوا بناتها بتكونوا مطبقتكم. عم تشك فيني؟ أشكوا حتى في نفسي، ذهبت مو دحاحة. تفضل عود مطرحنا ونحن منجيب السمك تتقوص. لا يا، يعني على الطريق ما فيك تقيمي منهم شي ما؟ شو بدك نعمل حتى تطمن؟ تفضل اقترح. تستنونا لحتى نجيب كمالة الأربعة طن، منحطهم هون بأرض الديار وبتفتحون قدام عيني سمكة سمكة. إيه ليه؟ بدك تشمسنا عندك؟ خرسي. ولا حركي ولا حركي ولا حركي ولا كلمة. ماشي قدامي. ليك ليك هذا كذاب، أبو غصن شريكنا كله قانوني. ها أبو غصن شريككم بالسمكات مو بالآثار. ميسون كله إنه أمي مستحيل نبيل يعملها، لو كان هو كان على ليلة حذرنا. توفيق بالسجن عندكم جناح عائلة، بدي آخذ مرتي معي مشان بدي أعبلي لبنة. عجبة حبيبي أوعك، ها انسمك مع لبنة بتتسمم بعدين. مشوا قدامي يلا، مشوا كلكم. مشوا قدامي مشوا قدامي مشوا قدامي يلا مشوا قدامي. أنا دكتورة. راحوا كلهم. أهلين، وين البقية؟ هيفاء وميسون بالمستشفى. يه شقيقة هذي ليه؟ راحوا مع أمك لأنه انجلطي. وليه؟ انجلطي؟ لك لوين 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 لوين؟ على المستشفى لوين يعني؟ لك جاي معك جاي معك عجاز بأنه مستشفى؟ الهلال الأحمر بشارع بغداد. مشان شو انجلطت؟ لأنه الشرطة أخذوها؟ لا مشان الذهبات. إلى سمات انجلط أولاً وأخيراً الذهبات يرجعوا للدولة، يعني الحق يرجع لأصحابه. لك الدولة شو بدها تعمل فيها؟ بدها تحطهم بالمتحف. تحطهم بالمتحف؟ لو بنحطهم بالمتحف ما كنت لقيتني هون قدامها. شو قصدك؟ حبيبي الذهبات اللي بالك منه ما طلعوا لا ذهب ولا شيء، أصلاً ما فلتونا الشرطة إلا بعد ما اكتشفوا إنه انتنى. لك شلون انتنك؟ على أساس أبو فريد الحلاب ملاقي جرة ذهب. لك لكل الخواتم اللي لقيناهم قلب السمكات ما بيطلع حقهم على بعضهم 500 ليره، من سوء الخجل من تحت الجسر. لك شلون من سوء الخجل؟ مو على اساس ربال اخذهم فحصوا عند الصايغ؟ لك ايه الخواتم الثلاثه الاولانيات ذهب والباقي كله تنك. لك وينكم ها؟ انت هون يا استاذ؟ يعني مشي وما عليك، بس لو كنت عجاج كنت قلت لك بفو، بس احتراما لشهادتك انا ما كنت قلت لك. لا لا شو عملت انا غصن ليش؟
لك مو عيب، مو عيب تروح تبلغ عن الذهب لتوفيق العنصر تبعي وانا جنبك هون. غلطان ابو غصن، مو انا اللي بلغت. يا حاج حاج بقى، انا توفيق خبرني بكل شيء. لك شو عرفك؟ يعني انا شرط على توفيق انه ما يقول لحدا. يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك، لك ما بكفي بطبف كمان فساد؟ انا هون مترين، بتروح بتفسد لتوفيق وما بتفسدني؟ لك شو بدهم يحكوا علي هلا؟ بصراحة أنا انزعجت منك لأنك شريكهم. إي نعم أنا شريك، أنا شريك بالسمك بس، أما الذهب ما بعرف شي عنه بنو. أبو غصن، برأيك مين عمل فينا هيك؟ أبو شهاب، معكته تحقيق ورا الدكان اعترف بكل شي. شو اعترف؟ شو اعترف يعني؟ دحشلكم ثلاث خواتم ذهب، الواحد ب 25,000 مشان يغريكم لحتى تشتروا السمكة. إيه واحتمال ما اشترينا؟ اخترع قصة أبو فريد الحلاب مشان يجركم للشبكة. يعني ابو فريد الحلاب مو بالحبس؟ لك لا، ما في حدا اسمه ابو فريد الحلاب، بس ست عفره الله يسامحها ما صار الا ونجرت لنا خوازي للكل. على كل عن اذنكم. لا لا عمي غصن، نحن هلا كيف نحصل حقنا؟ القانون لا يحمي المغفلين واولكم انا. ماشي الحال فساد، لك ما بكفي بطبوف كمان فساد. على سيرة البطبوف، قصدي على سيرة الفساد، انا جاي مشان الشغله. هلا شغلة ايش؟ جاي القي القبض عليك. ليش شو عامل؟ لانك قدمت بلاغ كاذب طلع لا في ذهب ولا اثار. شيء دمك تحرك.